السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحتي الغذائية. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى عنصر مهم في الصحة العامة وهو فيتامين دي، وسنحاول أن نجيب على الأسئلة التالية: ما هو فيتامين دي؟ ما هي الخضروات والأطعمة الغنية بفيتامين دي؟ ما هي الفوائد فيتامين دي للجسم؟ ما هي أعراض نقص فيتامين دي؟ ما هي أضرار نقص الحاد لفيتامين دي؟ ما هي آثار زيادات فيتامين دي في الجسم؟ إذا مع السؤال الأول، ما هو فيتامين دي؟ يعد فيتامين دي أو يعتبر فيتامين دي أو فيتامين الشمس ضروريا للحفاظ على مستوى الطبيعي للكالسيوم والفوسفور في الجسم، ووظيفته الأولى نمو العظام وتقويتها، كما أنه من الفيتامينات النادرة لأنه يصنع عند التعرض لأشعة الشمس، وفي حالة حدوث نقص في مستواه في الجسم ينصح بتناول المكملات الغذائية أو الحصول عليه عن طريق الأطعمة والخضروات الغنية بفيتامين دي. الآن، ما هي الخضار والأطعمة الغنية بفيتامين دي؟ لا يتركز وجود فيتامين دي في الخضروات بشكل عام، بل هو موجود بنسب أكبر في المنتوجات الحيوانية وتحديدا الأسماك. ونذكر من المصادر الطبيعية لفيتامين دي، هناك البندورة أي الطماطم، والفطر الشامبينيو، وكذلك صفارو البيض، والألبان والجبن ومشتقاتهما، كذلك زيت كبد سمك القد، حليب اللوز، حليب الصويا والمحار، الأسماك الدونية كالسلمون والسردين والتون أو التونة، وكبد العجل، والقمح والتمر، وعصير البرتقال، والحليب المدعم بفيتامين دي، والكافيار، ولحم البقر. أما هي فوائد فيتامين دي للجسم، فهو يضبط مستويات طبيعية للكالسيوم والفوسفور كما قلنا في الجسم، ويساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفات على العظام، ويعزز نشاط الجهاز المناعي، ويقاوم الخلايا السرطانية ويمنع نشاطها، ويقي من الإنفلونزا وهذا ما نحتاجه في هذه الأيام أي أيام الشتاء، ويقي كذلك من إصابة العظام بالأشعة، ويخفض أو يخفف الوزن الزائد، ويحد من مشاكل الحمل، ويقي من الإصابة بالزهايمر أو الزهايمر، ويحافظ على سلامة القلب ويمنع بعض أمراض القلب. الآن، ما هي أعراض نقص فيتامين دي؟ منها الإصابة بالكساح عند الأطفال، والإصابة بليونة العظام عند الكبار، والشعور بضعف عام وتعب وارتفاع الوزن، وحدوث الإمساك أو الإسهال والإحساس بصداع مستمر، والإصابة بمرض الذئبة والصلع، وحدوث الولادة مبكرة، والإصابة بالإكزيما، والإصابة بالألزايمر، وكذلك وجود سلس في البول، والإصابة بالانفصام في الشخصية أي يؤثر على الحالة النفسية للشخص، والإصابة بمرض الربو أي الضيقة، وزيادة ضغط الدم، وتقوس الأرجل، وتأخر بروز الأسنان، وتسوس الأسنان كذلك، والشعور بأوجاع في المفاصل والعضلات، وضعف في الذاكرة. أما هي أضرار النقص الحاد لفيتامين دي؟ منها الإصابة بتصلب الشرايين، والإصابة بالتصلب المتعدد، وكذلك ارتفاع السكري وزيادة كبيرة في الوزن، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بمرض السل، والإصابة بالروماتويد أي التهاب أو روماتيزم المفاصل، التهاب المفاصل الروماتويدي، وكذلك الإصابة بالسرطان مثل سرطان البروستات أو البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان الثدي، وكذلك هشاشة العظام أو ليونتيا. الآن، ما هي آثار زيادات فيتامين دي في الجسم؟ من الشعور بالتعب والإرهاق، والشعور بالعطش الشديد، وتراكم الكالسيوم والفوسفات على القلب والرئة والكلية أو الكليتين، وكثرة الدخول للحمام للتبول، وحدوث مشاكل في الكلى والكبد، والإصابة بتشوهات عصبية، وارتفاع نسبة الكلس في الدم، وضعف الشهية، وارتفاع ضغط الدم. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى موضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.